بالنسبة لأخبار المحافظات، في سوهاج بيتم تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فمطار مرسى علم الدولي استقبل 26 رحلة طيران دولية أوروبية. كمان في الوادي الجديد تم طرح لحوم بلدية طازة بسعر 250 جنيه للكيلو، وفي اسكندرية تم إعلان الطوارئ استعدادا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار. خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية إبريل الجاري. كما يتم التجديد على انتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة ووصول المياه للمواطنين في جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 26 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 151 رحلة طيران أسبوعية بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع. في أسيوط تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر وعددها 151 ساحة، بالإضافة ل 4202 مسجد على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة. في أسوان شهدت المحافظة وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، خاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية. في الدقهلية افتتحت جامعة المنصورة المعرض الخيري للملابس الجاهزة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبيأتي تنظيم المعرض في إطار خطة الجامعة للرعاية الاجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية لغير القادرين من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. في الوادي الجديد طرحت الوحدة المحلية لمركز مدينة الدخلة لحوم بلدية طازجة بسعر 250 جنيه للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية لمركز مدينة الدخلة في مبادرة خفض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الوحاتية بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين. في المنيا هتطلق مديرية الصحة اليوم الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية طوخ على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. في الشرقية أعلنت مديرية الطب البيطري تسليم 17 رأس ماشية حلوب بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية دون تحملهم أي أعباء مادية، وتم تحصين رؤوس الماشية اللي تم تسليمها بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مع التأمين على رؤوس الماشية المسلمة. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الإسكندرية.